بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. تعليق على تفسير سورة البقرة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الدرس السادس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، إلى قوله تعالى: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. قال رحمه الله: فيه مسائل. ثم قال: المسألة الحادية عشرة: أن العبد لو بلغ ما بلغ في العلم فلا يأمر مكر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه المسائل استنبطها الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من بعض آيات القرآن مما يتعلق في العقيدة، ومن ذلك ما استنبطه من الآيات التي في السحر وعمل اليهود، عمل اليهود به. والسحر آفة قديمة في العالم، لأنه يترتب عليه ويحصل من آثاره أضرار عظيمة، من القتل، إنه يقتل أحيانا، ومن تفريق بين الزوج وزوجه، تفريق بين الناس، البغضاء، وكذلك يحصل منه تغيير للحقائق مما يعمله الساحر من القمرة، سحر أعين الناس، ويظهر لهم الشيء على غير حقيقته ليظهر بذلك مهارته وقدرته فيغتر به الناس. السحر آفة خطيرة، ولهذا حذر الله منه في آيات كثيرة، ذكر ضرره وحكم على الساحر بأنه كافر خارج من الملة. واتبعوا ما تتلو الشياطين، أي تتبع الشياطين، فدل على أن السحر من عمل الشياطين، على ملك، يعني في وقت سليمان، على ملك سليمان، يعني في وقت سليمان عليه السلام، وهو من أنبياء بني إسرائيل وملوكهم. وكان قد سخرت له الجن والعفاريت، سخرها الله له في الأعمال الشاقة، وكانوا يصطحبون، كان الشياطين يصطحبون معهم السحر. فلما مات سليمان عليه السلام ووجدت اليهود السحر الذي مع الشياطين، ظنوه من عمل سليمان، فألصقوا بسليمان عليه السلام أنه يسحر الناس. وهذا من تجرع اليهود على الأنبياء، ليس هذا بغريب على اليهود، يقتلون الأنبياء ويتجرؤون عليهم، بل يتجرؤون على الله، يصفونه بالبخل ويصفونه لأن يده مغلولة
إلى غير ذلك من وقاحاتهم قبيحة مع الله ومع رسله ومع خلقه، ولا يزالون على هذا يسعون في الأرض فسادا كما قال الله سبحانه وتعالى، دائما يسعون في الأرض فسادا. فاتهموا سليمان بأنه إنما سخر الشياطين والجن بسحره، قبحهم الله. الله جل وعلا نزه نبيه عن ذلك فقال: وما كفر سليمان. لماذا لم يقل وما سحر سليمان كما تقوله اليهود؟ قال وما كفر، لأن السحر كفر. سليمان عليه السلام نبي، والنبي لا يمكن أن يمارس الكفر والشرك بالله عز وجل. وما كفر سليمان يعني لم يتعاطى السحر، لأن هذا كفر ولا يليق بسليمان عليه السلام. إذن من هو الذي كفر؟ من هو الذي سحر؟ ولكن الشياطين كفروا، فأبطل الله كيد اليهود في اتهام سليمان عليه السلام بالسحر، وبين مصدر السحر وأنه من الشياطين، يعني شياطين الإنس وشياطين الجن، السحرة ما يسحر إلا شيطان سواء كان من الإنس أو من الجن. ولكن الشياطين كفروا. بماذا كفروا؟ يعلمون الناس السحر، فدل على أن تعليم السحر كفر تعليم، فالذي يعلم الناس السحر يكفر، كما أن المتعلم يكفر أيضا. المعلم والمتعلم للسحر كل منهما يكفر. إنما نحن فتنة، يقول الملائكة إنما نحن فتنة فلا تكفر. أنزلهم الله يعلمون السحر ابتلاء للناس، ابتلاء واختبارا للناس أيهم يثبت على دينه أو يأخذ السحر. فينصحان من جاءهما إنما نحن فتنة، نحن لا نعلم السحر رغبة فيه أو ترغيبا فيه، وإنما الله أراد بنا أن يبتلي بني آدم، فيتبين المؤمن الثابت على دينه الذي لا يتعاطى السحر، والذي يخرج من دينه ويأخذ السحر ويترك دينه. لا حكمة في ذلك. إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني لا تتعلم السحر، فدل على أن تعلم السحر كفر كما أن تعليمه كفر. يعلمون الناس السحر كفروا، يعلمون الناس السحر تعلمه وتعليمه كفر لله عز وجل. الشيخ رحمه الله استنبط من هذه الآيات من سورة البقرة، استنبط منها مسائل الحادية عشرة، وصلنا إلى الحادية عشرة من تلك المسائل. أن العالم يخشى عليه، لأن اليهود علماء أهل الكتاب، فالعالم يخشى عليه من الفتنة، ولو تعاطى السحر صار كافرا، ففيه الخطر على العالم أنه يفتن ويعمل السحر فيكفر بالله عز وجل. الحادي عشرة: أن العبد لو بلغ ما بلغ في العلم فلا يأمن مكر الله. لو بلغ ما بلغ في العلم، لو تمكن من العلم، فلا يأمن أن الله جل وعلا لا يأمن أن الله يعاقبه.
لا ينتفع بعلمه ويستبدله بغيره، هذا ينطبق على اليهود وعلى علماء الضلال من اليهود وغيرهم، ينطبق عليهم أن العالم إذا لم يثبت على علمه ودينه وإيمانه أنه يزيغ ولو كان عالما. اليهود علماء أهل كتاب أحبار، ومع هذا وقعوا في الكفر وعملوا السحر فيما بينهم، فدل على أن السحر خطير على العالم وعلى العامي. نعم. الثانية عشرة: لا ينبغي له التعرض للفتن وثوقا بنفسه، بل يسأل الله العافية. أن العالم ولو تمكن من العلم لا ينبغي له التعرض للفتن، بل يبتعد عن الفتن، ولا يقول لا أنا أعرف وأنا ما علي من، أنا أعرف الحق من الباطل وأنا أبا أتعلم أو أطلع على السحر، ما هو من أجل أني أحبه أو من أجل أني أتعامل به، وإنما من أجل الاطلاع كما يقوله بعض المغرورين، من أجل الاطلاع. هذا غرور. الواجب على المسلم أن يتجنب العلوم الكفرية والعلوم الإلحادية من السحر وغيره، ولا يقول أتعلمها ولا تضرني لأنني عالم. لا يأمن على نفسه الفتنة ولا يزكي نفسه، نسأل الله العافية. نعم. الثالثة عشرة: سعة علم الله ومغفرته ورحمته. سعة علم الله سبحانه وتعالى مغفرته ورحمته، لأنه جاء في هذه الآيات وصف الله بالعلم والمغفرة والرحمة لمن تاب إلى الله وترك السحر وأسبابه، فإن الله حتى لو كان ساحرا وتاب إلى الله يتوب الله عليه، لأن التوبة تجب ما قبلها. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، تقبل توبته عند الله. أما في الدنيا فإنه إذا قبض عليه وثبت أنه ساحر فلا بد من قتله، لا يسقط عنه الحد، لا بد من قتله، لأن هذا حد من حدود الله. فإن كان صادقا في توبته فهذا فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. نعم. الرابعة عشرة: يجعل بعض نظره إلى القضاء والقدر. نعم. أن العالم يجب عليه ألا ينسى القضاء والقدر، لا ينسى ذلك، ويخاف، يخاف أن يسبق عليه القضاء والقدر، فيسأل الله العافية والسلامة، يسأل الله أن يثبته على دينه لئلا يسبق عليه القضاء والقدر فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها كما في الحديث. نعم. أن النساء من أكبر الفتن، كما قال تعالى: ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فقد تسحر المرأة زوجها لأجل يحبها، يسمونها العطف، لأجل يحبها فتسحره أو تطلب من يسحره، تستأجر من يسحره، فالمرأة فتنة وضعيفة، ويأتيها شياطين الإنس والجن ويقولون لها
إذا كنت تريدين أن زوجك يعطف عليك فاعملي له كذا وكذا. فمن حرصها على محبة زوجها لها حرصها على ذلك تعمل السحر. نعم، لأنها عندها عاطفة وهي ناقصة عقل كما في الحديث، ناقصة عقل ودين. فالمرأة من أعظم الفتن، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من فتنة النساء. قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. قال عليه الصلاة والسلام: واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فالمرأة إذا لم تضبط بضوابط الشرع فإنها تفسد وتفسد في المجتمع. إذا أهملت وجعل لها الاختيار ولم يكن عليها قوامة فإنها خطر على المجتمع، وهذا ما يحاوله الكفار الآن مع المرأة المسلمة كما تشاهدون وكما تقرؤون وتسمعون، يحاولون تمريد المرأة المسلمة على مجتمعها، على زوجها، على أهلها، على مجتمعها، ويقولون لها الحرية. المرأة لها الحرية، هي إنسان لها حريتها، ولماذا تظلم؟ يظنون أن هذا ظلم، وهو هذا هو نفس الظلم. يعني كونها تخرج عن تخرج عن طورها وعن خلقتها ومكانتها في المجتمع، هذا هو الظلم. الظلم وضع الشيء في غير موضعه. فإذا وضعت المرأة في غير موضعها وأسند إليها أعمال الرجال، أسند إليها الأعمال التي لا تليق بها، ودفعت إلى الاختلاط وإلى كشف الحجاب وإلى الخلوة مع الرجل وإلى السفر وحدها بدون محرم، إذا تركت هذه الضوابط وأعطيت للمرأة الحرية الشيطانية، فإن هذا هو الظلم لها وللمجتمع. الواجب ضبطها، وهذا أصلح لها، أصلح لها وأحسن لها. فلا يغتر المسلمون بهذه الحملة الشيطانية حول المرأة، فقد غزت مجتمعات مسلمة قبلنا، وماذا كانت حالتها؟ ووصلوا إلينا الآن، وصلوا إلينا الآن في دعوتهم الباطلة نحو المرأة. فلنحذر من هذا، ولنضبط نساءنا، ويكون لنا عليهن القوامة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فلنضبطها بضوابط الشرع، هذا خير لها، ولا نفلتها، هذا شر لها وظلم، وظلم لها. هذا هو الواجب نحو المرأة. يقولون: لا، هذا عنف، العنف الأسري، لا تضرب النساء، لا تمنع النساء، لا تمنع الأولاد، لا تمنع، هذا العنف الأسري. يمردون الأولاد على والديهم ويمردون النساء على أوليائهم، ويقولون هذا الحرية، ولا تظلم النساء في كبتها بما يزعمون. نتنبه لهذا، لا يخدعنا الكفار بهذه الأمور، أو نمكن السفهاء منا في نشر هذه الدعايات والدعوة لها. نعم. السادسة عشرة: أن طاعة الهوى جماع الشر كما أن مخالفته جماع الخير. نعم، الهوى
هو ميل الإنسان إلى ما يريد، فالهوى إن كان في الخير والإنسان يهوى الخير ويحب الخير فهذا خير، يحب الطاعات ويحب الأعمال الصالحة ويحب العلم والتعلم فهذا خير. أما إذا كان على العكس يهوى الشر ويهوى الباطل ويتبع هواه وما يرغبه ترغبه نفسه فهذا اتخذ إلهه هواه، كما قال جل وعلا: ومن أضل من اتخذ إلهه هواه. فالهوى خطير، واجب على الإنسان أن يضبط هواه على الحق ولا يتبع هواه في الباطل ويترك الحق، لأن أغلب النفوس لا تريد الحق وإنما تريد الباطل. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك بعض ما أنزل الله إليك. فمن لم يعمل بالشرع فقد اتبع هواه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والحديث صححه الإمام النووي في الأربعين، وإن كان بعض العلماء يرى فيه مقالا لكن تؤيده الأدلة الأخرى، تحذير من الهوى واتباع الهوى تؤيد الحديث، فمعناه صحيح. نعم. السابعة عشرة: أن الشرك الأكبر مما يخطر بالبال. نعم. أن الشرك الأكبر مما يخطر بالبال. الشرك هو عبادة غير الله سبحانه وتعالى بأي نوع من أنواع العبادة، كالذبح والنذر والاستغاثة غير ذلك، هذا هو الشرك. إذا عبد غير الله بأي نوع من أنواع العبادة فقد أشرك بالله عز وجل. وهو ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وهو المخرج من الملة الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة، وشرك أصغر لا يخرج من الملة لكنه من أكبر الكبائر، كالرياء والحلف بغير الله وقول لولا الله وأنت وما أشبه ذلك من الألفاظ أو من المقاصد كالرياء والسمعة، هذا شرك أصغر لا يخرج من الملة لكنه خطير، لأنه يحبط العمل الذي وقع فيه إذا كان في الأعمال، ولأنه مدرجة إلى الشرك الأكبر، يجر إلى الشرك الأكبر. الواجب على المسلم أن يستعيذ بالله من الشك والشرك والكفر والنفاق، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من ذلك. والشرك أنواع، منه السحر، السحر شرك. لماذا؟ لأن الساحر لا يتمكن من السحر إلا إذا استعان بالشياطين، لأن السحر من عمل الشياطين، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فإذا استعان بالشيطان أشرك بالله عز وجل، شركا أكبر. الساحر مشرك شركا أكبر، المسلم يخاف من هذا. نعم. الثامنة عشرة: أن التلفظ بالشرك بكلمة واحدة لا يشترط في كفر من تكلم بها عقيدة القلب ولا عدم كراهة للشرك. إذا تكلم بالشرك، إذا تكلم بالشرك كأن دعا غير الله أو استغاث بغير الله فقد أشرك، ولو كان يقول: أنا ما نويت هذا في قلبي، ما نويت هذا في قلبي، ف
فهذا لا يبرر له أن يتلفظ بألفاظ الشرك، بل يتجنبها، ولا ينفعه أن يقول أنا ما نويت. والأحكام الشرعية مبنية على الظاهر، أما القلوب لا يعلمها إلا الله، فمن فعل الشرك طبقنا عليه أحكام المشرك، ولا نقول والله ما ندري عن قلبه، ما ندري عن نيته، ما علينا من النية، النية إلى الله سبحانه وتعالى، إنما علينا من الظاهر. فمن أظهر الشرك بكلامه أو بفعله حكمنا عليه بالشرك حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. التاسعة عشرة: أن المتكلم لا يعذر ولو أراد أن يقضي به غرضا مهما. نعم، أن المتكلم بالشرك لا يعذر ولو كان يقصد غرض من الأغراض وهو لم ينوه، وإنما قصد به قضاء حاجته أو غرض من الأغراض. الشرك لا يتساهل به أبدا، بل يجب تجنبه والابتعاد عنه دائما وأبدا، ولا يدخل فيه ولا يتعامل به في أي حالة كان. نعم. أن قتل النفس أعظم من الزنا. أن قتل النفس أعظم من الزنا. الزنا حرام بلا شك، كبيرة من كبائر الذنوب، وموبقة من الموبقات السبع: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لا تقربوه، لم يقل لا تزنوا فقط، قال لا تقربوه، يعني اتركوا الأسباب التي توصل إليه، اتركوا الأسباب التي توصل إلى الزنا، كالنظر إلى النساء والسماع، سماع الأغاني التي ترغب في العشق والغرام، الخلوة مع المرأة الأجنبية، السفور وترك كل هذه، سفر المرأة بدون محرم، كل هذه من وسائل الشرك، فلنتجنبها. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، والفاحشة ما تناهى قبح من الذنوب فهو الفاحشة، وساء سبيلا لما فيه من ضياع الأعراض واختلاط الأنساب وانتشار الأمراض، فيه مفاسد، ضياع الأعراض، وأعز ما عند الإنسان عرضه، اختلاط الأنساب، لأن المرأة إذا غشيها رجال اختلطت الأنساب، والأنساب ضروري معرفتها وضبطها، لأنه يترتب عليها محرمية، ويترتب عليها مواريث، ويترتب عليها صلة قرابة، ويترتب عليها أمور، ترتب عليها التعاقل عند الديات والغرامات. فالنسب ضروري للمجتمع، ومعرفته وضبطه. أيضا الأمراض الفتاكة التي تنشأ عن الزنا، وهذا كما شخصه الأطباء حذروا منه، والآن الإيدز، مرض الإيدز والهربس والأمراض التي والزهري والأمراض التي يذكرونها ناشئة عن الزنا، عن الاستمتاع المحرم. وصدق الله: وساء سبيلا، ساء سبيلا. مع هذا قتل النفس أشد بغير حق، قتل النفس أشد من الزنا، لأن الله توعد على قتل النفس ما لم يتوعد على غيره، قال سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها
وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وعيد شديد. قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. والنفس التي حرم الله هي نفس المؤمن ونفس المعاهد، نفس الكافر المعاهد والذمي حرم الله قتله. قال الله سبحانه وتعالى، قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 سنة أو 50 سنة كما في البخاري. وأيضا الله جل وعلا جعل في قتل الذمي خطأ، هذا العمد توعده الله بهذا الوعيد لا يرح رائحة الجنة، وأما إذا قتله خطأ وهو معاهد ففيه ما في نفس المؤمن إذا قتلها خطأ. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فيها الدية والكفارة مع أنه كافر، لكن لما كان معاهدا أخذ هذا الحكم العظيم. فلا يتساهل في قتل النفوس بغير الحق. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. الولي منصور، ولا بد أن يبين الله القاتل، ولو اختفى ولو حاول ما حاول لا بد أن يكشفه الله سبحانه ويقع تحت العدالة. نعم. الحادية والعشرون: أن المعاصي بريد الكفر. أن المعاصي بريد الكفر، يعني توصل إلى الكفر. محرمات، المحرمات وهي وإن كانت ليست كفرا ولا شركا لكنها توصل إلى الكفر إذا تساهل فيها أوصلته إلى الكفر. نعم. الثانية والعشرون: أن بعضها يجر إلى بعض. نعم، فبعض بعض المعاصي يجر إلى بعض، إذا تساهل في معصية تجرأ على الأخرى، وإذا منع نفسه من المعصية منع نفسه من البقية. فلا يقول هالمرة هالمرة بأعمل كذا ولا أعود لها بعدين، ما أعود لها أبد، بس هالمرة أو بعملها وأتوب إلى الله. لا، الإنسان ما يتساهل في فعل المعصية، لأنه إذا وقع فيها جرته إلى المعصية الأخرى. نعم. الثالثة والعشرون: أن عقوبة المعصية قد تكون أكبر مما يظن العالم. نعم، قد يتساهل الإنسان في المعصية ويقول عقابها كذا وكذا، لكن يكون أشد مما تصوره، قد تسبب له أخطارا في الدنيا والآخرة. فيا على المسلم أن يبتعد عن المعصية ولا يقارفها أو يتساهل فيها. نعم. الرابعة والعشرون: أن قبول التوبة بلا عذاب لا يحصل لكل أحد، بل هو فضل من الله. توبة مقبولة إذا صدقت من كل ذنب، مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. التوبة تجب ما قبلها كما في الحديث، لكن قد يحصل معها عذاب، ولو تاب يحصل عليه شيء من العذاب، يحصل عليه شيء من العذاب في الدنيا أو في الآخرة أيضا، لكن قد يتفضل الله عليه فيعفو عنه ولا يحصل عليه عذاب. فما يقال إن كل تائب لا يعذب،
قد ينال شيء من العذاب. نعم. الخامسة والعشرون أن من النعم تعذيب العبد بذنبه في الدنيا. إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وكونه يعاقب في الدنيا أسهل عليه من كونه ينعم في الدنيا ثم يعاقب في الآخرة، لأن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. نعم. السادسة والعشرون حسن الظن بالله. نعم، فالعبد يحسن الظن بالله ولا يقنط من رحمة الله مهما عمل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. بعض الناس إذا أذنب ذنبا كبيرا أو أكثر من الذنوب يقول لنفسه أو يقال له مالك توبة، مالك توبة وأنت فعلت كذا وكذا، هذا غرور من النفس ومن الشيطان. فعليه أن يتوب إلى الله مهما عمل، مهما عمل من الذنوب يتوب إلى الله عز وجل ولا يقنط من رحمة الله. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ويحسن الظن بالله عز وجل، يتوب إلى الله ولا يترك التوبة تعاظما لذنبه أو يظن أن الله لا يغفر له. كان رجل من بني إسرائيل يناصح أخا له يراه يقع في المعصية، فلما صار يعود إلى المعصية ينصحه يعود، الرجل غضب وقال والله لا يغفر الله لفلان. قال الله سبحانه من ذا الذي يتألى علي، يعني يحلف علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. قال هذه الكلمة فأحبطت عمله. فلا يقنط الإنسان من رحمة الله أو يقنط الناس من رحمة الله، بل يفتح لهم باب حسن الظن بالله ويرغبهم في التوبة مهما عملوا من الذنوب. وفي الحديث الصحيح أن رجلا كان مسرفا من بني إسرائيل فقتل 99 نفسا، ثم إنه أراد أن يتوب فذهب وسأل عابدا من العباد، ما عنده علم، عابد لكنه جاهل، قال له إنه قتل 99 نفسا هل له من توبة؟ قال لا، ليس لك توبة، لأنه جاهل. فقتله وكمل به المئة، غضب عليه لما قنطه من رحمة الله، قتله وكمل به المئة. ثم ذهب إلى عالم من العلماء، شوف فرق العلماء على العباد، ذهب إلى عالم من العلماء فقال له إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة، من يحول بينك وبين التوبة، ولكنك بأرض سوء، فاذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها رجالا صالحين فاعبد الله معهم. فتاب الرجل وخرج مهاجرا إلى الأرض الطيبة، فقبضته ملائكة الموت وهو في الطريق، قبضت روحه وهو في الطريق لم يصل إلى البلد التي هاجر إليها. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ملائكة العذاب يقولون إنه لم يعمل خيرا قط، ملائكة الرحمة يقولون إنه جاء تائبا إلى الله سبحانه وتعالى. فأرسل الله ملكا يحكم بينهم، فقال قيسوا ما بين البلدتين، فقاسوا ما بين البلدتين فوجدوه أقرب إلى الأرض الطيبة بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة.
فالتوبة مقبولة عند الله إذا توافرت شروطها، مهما كان الذنب ومهما عظم الذنب فإن التوبة مقبولة إذا توافرت شروطها. فلا يستهان بالتوبة أو يستبعد أن الله يغفر له ويساء الظن بالرب سبحانه وتعالى. نعم. السابعة والعشرون: القاعدة التي هي خاصية العقل، وهو ارتكاب أدنى الشرين لدفع أعلاهما، وتفويت أدنى الخيرين لتقصير أعلاهما. نعم، القاعدة هذه معروفة، أنه إذا حصل شران لا بد من ارتكاب أحدهما، مالك محيص، لا بد من ارتكاب أحد الشرين، لكن واحد أسهل من الآخر. افعل الأسهل، افعل الأسهل، ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، فافعل. أما إذا أمكن تجنب الشرين هذا واجب، لكن إذا ما أمكن لابد أنك تفعل أحد الشرين، اختر الأيسر الأقرب. ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذه قاعدة. استدلوا لهذا بقوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فالإنكار عليهم واجب، لكن لو أنكرت عليهم لو سببت أصنامهم، أنكرت عليهم وسببت أصنامهم، وهذا حق، لكن يسبون الله جل وعلا انتقاما منك، هذه مفسدة. مسبة الله مفسدة، ومسبة الأصنام مصلحة، وترك مسبتها مفسدة. فإذا كان لابد فنرتكب أخف الضرر، ولذلك قال: لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله. ارتكاب أخف الضررين اتركوهم، هذا ارتكاب، تركهم أخف الضررين الذي هو مسبة الله سبحانه وتعالى، هذا من ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، راعنا وقولوا انظرنا، لأن راعنا كلمة يقصد بها اليهود الرعونة، فيقول للنبي راعنا، راعنا يعني يصفونه بالرعونة، قبحهم الله. فالله نهى عن ذلك، قال: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. المعنى واحد، راعنا أو انظرنا، لكن لما كان راعنا يستخدم للشر فإنه يتجنب. لها أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما. نعم. تفويت أدنى الخيرين لدفع أشر الشرين، كذا؟ نعم. تفويت أدنى الخيرين لتحصيل أعلاهما، تحصيل أعلاهما. هذا إذا كان، إذا تركت الخير الأقل، تركت الخير الأقل من أجل الحصول على خير أكثر فلا بأس. أنت تركت خير لكنك تريد خيرا أعلى منه، فلا بأس بذلك. نعم. الثامنة والعشرون: أن السحر نوعان. نعم، السحر نوعان كما سبق لكم: سحر حقيقي وهو الذي يقتل ويمرض، وسحر تخييلي وهو السحر الأبصار والقمرة الذي يعمله الدجالون، مثل سحرة فرعون، جاءوا بالعصي وحشوها بالزئبق والحبال
صارت تتقلب كأنها حيات، كأنها حيات، فأوجس في نفسه خيفة موسى أنهم يأثرون على الناس بهذا السحر، جاءوا بسحر عظيم. قال الله جل وعلا: لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فلما ألقاها التقمت كل ما في الوادي من عصيهم وحبالهم حتى وصلت إليهم وخافوا منها، حتى أمسكها موسى عليه السلام وعارث كما كانت. عند ذلك ألقي السحرة ساجدين، عرفوا أنها معجزة ما هي من صنع البشر، ما هي من صنع البشر، لأنهم أهل صنف وأهل مهنة يعرفون السحر، فعرفوا أن الذي مع موسى ليس سحرا وإنما هو معجزة من صنع الله سبحانه وتعالى، فآمنوا بموسى عليه السلام. ألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فانقلب على فرعون مكيدته وانخذل وخسر في هذه الجولة وعاد خائبا، ونصر الله نبيه ونصر الحق. الحق إذا تقابل مع الباطل فإن الباطل لا يقوم، قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، فإذا هو زاهق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نعم، أعد المسألة. الثامنة والعشرون أن السحر نوعان. أي نعم، نوع أكبر وهو الكفر المخرج من الملة، ونوع أصغر وهو السحر التخييلي لا يخرج من الملة لكنه وسيلة إلى السحر الأكبر. نعم، لأنه ليس له حقيقة، إنما هو تخييلي ليس له حقيقة، إنما السحر الحقيقي هذا يقتل ويمرض ويفرق بين المرء وزوجه. نعم. التاسعة والعشرون أن له تأثيرا لقوله يفرقون به بين المرء وزوجه. السحر الحقيقي له تأثير، يقتل، يقتل المسحور، وأيضا يفرق بين المرء وزوجه، يحدث البغضة بين المتحابين، فله تأثير. نعم. الثلاثون الإرشاد إلى التوكل بكونه لا يضر أحدا إلا بإذن الله. ما هم بضارين به، أي بالسحر، على خطره وشدة ضرره لا يقدرون أن يضروا به أحدا إلا إذا قدر الله جل وعلا، إلا بإذن الله، إذن الله القدري الكوني، ليس الإذن الشرعي، يعني الله لا يأذن بالسحر لكن يأذن به قدرا وكونا، إلا بإذن الله. فيتوكل على الله المسلم، يتوكل على الله ولا يخاف من السحرة، لا يخاف من السحرة، توكل على الله، ومن توكل على الله كفى. نعم. الحادية والثلاثون أن في من يدعي العلم من اختار كتب السحر على كتاب الله. في من يدعي العلم من اختار كتب السحر على كتاب الله، وذلك في اليهود نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم وهو التوراة، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، استبدلوا الكتاب الرباني بالسحر والعياذ بالله، وهم أهل علم، لو كانوا جهال هان الأمر، لكن أهل علم أهل كتاب. نعم. الثانية والثلاثون أنهم يعارضون به كتاب الله. نعم، استبدلوا به كتاب الله، عرضوه به، نعم، وهو التوراة، التوراة التي أنزلها الله على موسى، وفيها صفة محمد صلى الله عليه وسلم، صفة أمته والأمر باتباعه،
ألغوها وراء ظهورهم، لم يلتفتوا إليها وأخذوا بالسحر. وهذه سنة الله، أن من ترك الحق ابتلي بالباطل، هذه قاعدة، من ترك الحق ابتلي بالباطل. فلما ترك اليهود الحق ابتلاهم الله بالباطل وهو السحر عقوبة لهم. نعم. الثالثة والثلاثون، أن اتباع كتاب غير كتاب الله ضلال. نعم، اتباع كتاب غير كتاب الله الذي هو الوحي المنزل، سواء القرآن أو السنة المنزلة على الرسول، فهي من كتاب الله. السنة من كتاب الله، أنزل الله عليك الكتاب والحكمة، والحكمة هي السنة وهي الوحي بعد القرآن. فلا يجوز أن يستبدل كتاب الله كتابا وسنة بالكتب الأخرى، كتب المنطق، علم الجدل، علم الكلام، لا يجوز هذا. الواجب أن نتمسك بكتاب الله ونحتج به ونعمل به ونستدل به، ولا نأخذ قواعد المنطق والفلسفة والترهات والأباطيل، أو نلغي الشريعة ونأخذ بالقانون الشيطاني الطاغوتي، هذا خطر، هذا كفر بالله عز وجل. نعم. الرابعة والثلاثون، لا تأمن الكتب ولا من ينتسب إلى العلم على دينك. لا تأمن الكتب مطلقا، لا تأمنها، لأن فيها الحق والباطل، فلا تأمن الكتب، لا تعتمد عليها، بل راجع أهل العلم الراسخين. لا تأخذ العلم من الكتب أو تتعلم على الكتب وحدها، تحفظها. بعض الناس يحفظ مجلدات ويحفظ متون لكنه لا يفقه ما فيها ولا يعرف معانيها، لأنه لم يتعلم على العلماء الذين يشرحونها ويبينون المراد منها، قد يفهم منها فهما خاطئا، فهذا خطر. لا تأمن هذه الكتب ولا تعتمد عليها، إنما هي وسيلة للعلم، وسيلة للعلم، أداة من أدوات العلم، ولا تعتمد عليها في تعلمك، تصدر عنها. ما كل كتاب يكون حقا، حتى لو كان كتابا حقا فهمك أيضا ما ينضبط، الفهم يختلف. ولو كان الكتاب حق، أليس الخوارج ضلوا وهم يحفظون القرآن ويقومون به الليل تهجدون وظلوا والعياذ بالله، لأنهم لا يفهمون، لا يفقهون معاني القرآن، ولم يتلقوا العلم عن العلماء، انعزلوا عن الصحابة، انعزلوا عن الصحابة واكتفوا بقراءة القرآن وتلاوته وفهمهم له، فحصل منهم ما حصل. نعم. وهذه آفة الآن خطيرة، التعالم عندنا الآن آفة خطيرة، وهو تلقي العلم عن الكتب أو عمن لا يفهم من المتعالمين والمبتدئين، هذا خطر على الإنسان وخطر على الأمة، لأنه سيخرج ويفتي ويفسر القرآن أو يفسر السنة فيضلل الناس. نعم. الخامسة والثلاثون، أن فساد العلماء يفسد الرعية. ما في شك، لأن العلماء هم القدوة. معشر القراء، يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد؟ فالعلماء هم الملح للبلد، إذا فسد الملح وش يصلح الطعام؟ ما يفسد الطعام. فإذا فسد العلماء فسد الناس، لأنهم قدوة ويؤخذ بقولهم. ولهذا يقول بعض السلف: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. والله جل وعلا قال في آخر سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم. من هم المغضوب عليهم؟ هم علماء الضلال ولا الضالين. من هم؟ العباد الجهال الذين يعبدون الله بغير علم، هذا ضلال والعياذ بالله. نعم. السادسة والثلاثون: أن السحر وقع في زمن خلافة النبوة، حتى أن عمر وغيره أمر بقتل الساحر ولم يستتب كما استتاب المرتد. أن السحر وقع في عهد الخلفاء الراشدين، فلا يؤمن أنه يقع في من بعدهم. إذا كان وقع في عهد الخلفاء الراشدين الذي هم خير القرون، فكيف بالقرون التي بعدها؟ فيخاف من السحر ولا يتساهل مع السحرة ويتركون ويقال هؤلاء يعالجون، أو المضطر يذهب إليهم يتعالج عندهم، هذا لا يجوز، هذا خطر على الناس، فلا يجوز التساهل مع السحرة. الواجب حسمهم، تطهير البلاد منهم. إذا كان هذا وقع في عهد الخلفاء الراشدين فكيف بالعهود المتأخرة؟ لكن لما وقع في عهد الخلفاء الراشدين حسموه، أمر عمر رضي الله عنه بقتل كل ساحر وساحرة، كتب إلى عماله أن اقتلوا كل ساحر وساحر. قال الراوي: فقتلنا 3 سواحر. فالخلفاء الراشدون حسموه لما حصل. كذلك يجب على المسلمين في كل زمان إذا حصل عندهم شيء من السحر أن يبادروا بحسمه، تطهير المجتمع منه ولا يتساهلوا فيه. نعم. السابعة والثلاثون: أن الحسد سبب لرد كتاب الله، كما حصل من اليهود. ما الذي حملهم على الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ الحسد. ود كثير من أهل الكتاب ولو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فحملهم الحسد على أن كفروا بمحمد وهم يعرفون أنه رسول الله، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم كما قال الله سبحانه وتعالى، لكن حملهم الحسد. الحسد أيضا ماذا جر على إبليس؟ حسد آدم عليه السلام ما أتاه الله من الفضائل، حسده إبليس فكفر بالله عز وجل وعصى أمر ربه فحصل على الخيبة والخسار، سببه الحسد. الحسد هو الذي جرأ ابن آدم على قتل أخيه. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال إنما يتقبل الله من قال لا أقتلنك، حسده على القبول، قال لا أقتلنك، قال له إنما يتقبل الله من المتقين، إذا تريد القبول اتق الله سبحانه وتعالى يتقبل الله منك، فباب القبول مفتوح وهو التقوى. فحمله ذلك على أن قتل أخاه والعياذ بالله كما ذكر الله ذلك. فالحسد آفة خطيرة جدا يحمل على الكفر، حمل اليهود على الكفر وهم يعرفون الحق. نعم. الثامنة والثلاثون: أن الحاسد قد يبغض الناصح ويسعى في قتله. نعم، الحاسد يبغض الناصح ويسعى في قتله كما حصل من اليهود مع نبينا صلى الله عليه وسلم، أبغضوه، أبغضوا الرسول صلى الله عليه وسلم وهموا بقتله عدة مرات ودبروا له المكائد لقتله عليه الصلاة والسلام، لأنهم يقتلون الأنبياء، قتلوا يحيى وقتلوا أباه زكريا وأرادوا قتل عيسى فرفعه الله من بينهم، وهموا بقتل محمد صلى الله عليه وسلم. السبب ما هو؟ هو الحسد، هو الحسد
يحمل على القتل كما حصل لابن آدم مع أخيه، سفك دمه بسبب الحسد والعياذ بالله. نعم. التاسعة والثلاثون: أن الحسد يحمله على رد حظه من الله في الدنيا والآخرة. الحسد يحمله على رد حظه من الدنيا والآخرة، فيحرمه من حظه في الدنيا والآخرة بأنه يرتكب شيئا يفسد عليه حياته العاجلة والآجلة. هذا الحسد والعياذ بالله. الحسد داء خطير يا عباد الله. الحسد ما هو؟ الحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود، تمني زوال النعمة عن المحسود. أما إذا تمنيت أن يعطيك الله مثله فهذه غبطة ليست حسدا، هذا يسمى الغبطة. لا حسد إلا في اثنتين، يعني غبطة، لا غبطة إلا في اثنتين: رجل آتاه الله علما وينشر علمه ويعمل به، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في سبيل الله. فيأتي واحد يقول: ليتي مثل فلان سنعمل مثل عمله، ليتي عالم سنعمل مثل العالم هذا، ليتي تاجر سنتصدق وأعمل الخير. هذا يعطيه الله الثواب بنيته، يكتب الله له الأجر بنيته الطيبة، ويعطيه مثل ما يعطي العالم ويعطي المتصدق بنيته الطيبة. فهذا ليس من الحسد، هذا من الغبطة، وهذا يدل على الخير والرغبة في الخير. أما الحسد الذي هو تمني زوال النعمة فهذا اعتراض على الله سبحانه وتعالى، وأيضا هو إرادة لزوال النعمة عن المحسود. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ اليهود يحسدون الناس، حسدوا محمد صلى الله عليه وسلم وأمته على ما آتاهم الله من فضله، مع أن الله آتى أنبياء من قبله من أنبياء بني إسرائيل: قد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فالله أعطى لمحمد وأمته مثل ما أعطى للسابقين، وهو لا يعطي هذا إلا من يعلم أنه أهل له ويستحقه. فأنت تعترض على الله تقول له: أنت أعطيت فلان وهو ما يستاهل. هذه تسلمها نسمعها من بعض العوام، يقولون: والله أن فلان ما يستاهل، ما يستاهل هل هو فيه ولا يستاهل. هذا اعتراض على الله سبحانه وتعالى، يعني الله يخفى عليه أنه ما يستاهل وأنت تدري. نعم. أن الحسد من أخلاق اليهود كما ذكره الله عنهم في القرآن، وكفى بهذا مذمة للحسد. أنت تريد أن تتشبه باليهود، تحسد إخوانك وتحسد المسلمين على ما آتاهم الله من فضل. الحسد ليس خاصا باليهود، بل هو يسري إلى غيرهم. نعم، فاحذر منه. نعم. الحادية والأربعون: أن المحسود يرفعه الله على الحاسد. نعم، هو لا يضر المحسود، الحاسد يضر نفسه. لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. فالحاسد يضر نفسه ولا يضر المحسود. ما ضر اليهود، ما ضر محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ضر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما ضر أنفسهم. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم. هذا سائل يقول: هل يعذر الإنسان بالجهل في مسائل الاعتقاد دون مأجورين؟ أزال الله الجهل بالعلم ولله الحمد. بعث الله رسوله وأنزل كتابه فزالت الجاهلية، والعلم
انتشر وميسر ولله الحمد، فليس لأحد عذر أنه يبقى على جهله وهو يتمكن من التعلم ومن السؤال، ليس له عذر فيه، هو المهمل. أما إذا كان في مكان منقطع من الأرض ولا يتمكن من ما من ولم يسمع شيء وليس عنده من يسأله، فهذا يعذر، هذا من أصحاب الفترة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهذا ما بلغته الرسالة منقطع. أما من بلغته الرسالة وسمع القرآن الذي قال الله جل وعلا وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، ليس له عذر، هو المهمل. نعم. صلى الله عليكم. له سؤال آخر يقول: من لا يجد رغبة في قراءة كتب التفسير، وما الحل والعلاج الذي تنصحونه به؟ يحاول الإنسان، لا شك عنده نفور أول ما هو من المطالعة، لكن يعود نفسه على ذلك، فإذا ذاق حلاوة المطالعة فإنه يحن إليها ويرغبها. نعم. جزاكم الله. نقرأ في بعض كتب السلف أنهم كانوا يهجرون الشخص إن أكل أكلة مع المتجر، ثم نسمع من يقول يجب الرفق بأهل البدع والمخالفين كالليبراليين والرافضة والمرجئة وأشباههم، فما الرد على هذه المقولة؟ هذه ترد نفسها، المقولة هذه ترد نفسها. نرفق بأناس خطر على الأمة، إذا رفقنا بهم أهلكوا الأمة، فلا بد من كف شرهم ومقاومة شرهم، لا بد من مقاومة شرهم وتحذير الأمة منهم بعد دعوتهم وبيان الحق لهم، فإن قبلوا فالحمد لله، وإن لم يقبلوا فلا بد من مقاومتهم ولا يجوز السكوت عنهم. نعم. أحسن الله إليكم. رجل يعرف معتقد السلف خاصة في باب الأسماء والصفات ويرويه بالأسانيد، ومع ذلك يقرر معتقد الخلف وينصره ويعتقده، فهل يصح نسبة هذا الرجل إلى أهل السنة والجماعة؟ لا، وما ينسب إليهم ولو كان يعرف مذهبهم، إذا خالف هذا أشد، إذا خالف هو ويعلمه هذا أشد إثما من الجاهل الذي لا يعلم. نعم. جزاكم الله. بعض الناس يدعي أن لديه قوة يدفع بها السيارة لوحده، ويكسر نصف الريال بجفنه، ويكسر يد الرجل إذا سلم عليه، ويدعي أن هذا ليس سحرا ولكنها قوة. طيب اختبروه، جيبوا سيارة وجيبوه وقولوا يلا جر السيارة، الأمر يعني واضح، جيبوا سيارة محمله بالحديد وقولوا له يلا جرها حنا نشوفك هالحين، ما يستطيع، يبطل كيده، وكسر اليد هذا يمكن معه الشيطان يساعده، فما هذا ما هو من قوته، معه قوة خفية، يما جن ولا شياطين الله أعلم، لأنه يخضع للشياطين ساحر. نعم. أذاكم الله. إذا أهدي إليه كتاب لكن صاحبه غير معروف، فما هو المنهج الصحيح للتعامل مع هذا الكتاب؟ إذا أهدي إليه كتاب لكن صاحبه غير معروف، كيف يهدى إليه؟ من الذي أهداه لك؟ يعني المؤلف. نعم. قال له يقصد المؤلف. المؤلف صار معروف، لكن اللي أهداه لك من هو؟ ما تعرفه هو أهداه لك؟ ما هو واضح السؤال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: لم أستوعب قول المؤلف رحمه الله أن التوبة بلا عذاب ليست لأي أحد. نعم، أحد يتوب الله عليه ولا يعذب، يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، ومنهم من يتوب الله عليه لكن يعذب دون العذاب الدائم والخلود في النار. نعم.
أداركم الله. يقول السائل: لماذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي الذي سحره، علما أن هذا اليهودي سحر نبيا من الأنبياء الخير الأنبياء عليهم السلام؟ سئل عن ذلك صلى الله عليه وسلم وقال: لا أريد أن أفتح على الناس شرا، لأن هذا يحدث فتنة، لو قتله ثار اليهود وحصل فتنة، وأنتم أخذتم قريبا درء أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما. نعم. أما الله، قال: أما الله فقد شفاني وكرهت أن أفتح على الناس شرا. نعم. أحسن الله إليكم. إذا حسد الأب ابنه فهل يأثم؟ نعم، يأثم إذا حسد الناس، فكيف إذا حسد أقرب الناس إليه؟ هذا أشد. نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز للشخص أن يقص الرؤيا أو يطلب تأويلها من شخص مجهول لا يعرف عينه ولا حاله؟ وهل يجوز للشخص أن يعرض رؤياه على الملأ ليطلب تأويلها؟ وما هي الشروط الواجب توفرها في المعبر؟ تعبير الرؤيا حق، وهو لا يعتمد على يقين، إنما هو ظن، يعتمد على الظن. قال: للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند رب. تعبير الرؤيا إنما هو ظن، ما هو بيقين، توقع. وتعبير الرؤيا إذا كان المعبر ثقة ومعروف تسأله، إذا كنت مهتما بهذه الرؤيا، والأحسن إنك ما تهتم بالرؤيا وأنك تتركها وتسلم منها، هذا الأحسن. نعم. لكن إذا كان ولا بد تختار من أعلم الناس بتفسير الرؤيا ومن أسترهم وأعظمهم ثقة، ولا تنشر أمرك عند الناس أو في الفضائيات أو في الإذاعات أو في الصحف، هذا مبالغة في تعبير الرؤيا، ويدخل فيها من لا يحسن ويكذب على الناس. نعم. أحسن الله عليكم. ما حكم الذهاب للساحر لإبطال السحر؟ هذا لا يجوز. ما الذهاب إلى الساحر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا وسأله وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والكاهن يدخل فيه الساحر، بل الساحر أشد من الكاهن. ولما سئل عن الكهان قال: فلا تأتيهم. قال: لا تأتيهم، إذا كان الكهان لا يذهب إليهم، ومن أتاهم وصدقهم قد كفر بما أنزل على محمد، فكيف بالساحر؟ الساحر أشد والعياذ بالله. وأيضا السحر كفر حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تداووا بحرام، تداووا يا عباد الله ولا تداووا بحرام. لا يجوز التداوي بالحرام، والسحر من أشد المحرمات. نعم. أحسن الله عليكم. هل الساحر يقتل كفرا أو ردة؟ يقتل كفرا على الصحيح، لكن لو تاب توبة صحيحة هذا فيما بينه وبين الله، لكن لابد من تطبيق الحد عليه. نعم. جزاكم الله. ما حكم شراء لعبة العروسة للبنات خاصة الموجودة لهذا العصر لمجرد اللعب؟ وهل لو شريتها لا تدخل الملائكة بيتي؟ الصور لا تشترى ولا تباع ولا تستعمل، يجب إتلافها وطمسها للكبار وللصغار. لا تربي أولادك على الصور، التساهل للصور، لا تدخلها بيتك. الحديث عام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، عام في الصور كلها، فلا يجوز تخلي بيتك من الصور. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بنت قالت لصاحبتها: والذي يفقدني أمي ما أصالحك، ولو أرادت أن تصالحها فما الحكم؟ هل عليها كفارة؟ امرأة قالت لصاحبتها: والذي يفقدني أمي والذي يفقدني أمي
يفقدني. يعني دعوة تدعو. ما أصالحك ولو أرادت أن تصالحها فما الحكم؟ والذي هذا قسم، والذي الواو والقسم، والذي يفقدها أمها من هو؟ هو الله جل وعلا. حلفت بالله يكون عليها كفارة، تصالحها صالحها ويكون عليها كفارة يمين. ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فاليمين لا تمنع فعل الخير، افعل الخير وكفر عن يمينك. إني والله لا أحلف على يمين، والله إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. هل تجوز الصلاة خلف من يبيح الغناء؟ لا تجوز الصلاة خلفه، لأن هذا مجاهر بالمعصية. ولو أنه يسمع ولا يدري عنه أحد أسهل من أنه يجاهر يقول المعازف حلال، المعازف حلال والغنى حلال مطلقا، هذا لا شك هذا مجاهر. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم من يعتمد على راحة يده خلف ظهره وهو جالس؟ يكره الاعتماد على اليد إلا إذا كان محتاجا لهذا، كالمريض وكبير السن كان محتاجا إلى هذا فلا بأس. نعم. أثابكم الله. ما حكم تخفيف اللحية من أجل وظيفة أو ما يسمى بترتيبها وإن طلب الوالدين مني ذلك؟ هذا من بيع الدنيا بالدين، ومن طاعة المخلوق في معصية الخالق، فلا يجوز هذا. الرزق بيد الله، ورزق الله لا ينال بالمعاصي، ينال بالطاعات والدعاء. عليك بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم دخول المتزوج في بعض حفلات الزواج على النساء بحجة السلام على الأهل؟ وما حكم النساء الحاضرات، هل يلزمهن الخروج من الصالة؟ هذا من الأمور المستحدثة التي فيها قلة حياء، فيها قلة حياء، وفيها دخول على النساء وهن تزينات وهم تزين عريس، هذا فيه فتنة، فيه شرور، ما كان هذا من عمل المسلمين أبدا، لما يترتب عليه من الشرور، فهذا منكر، الواجب منع هذا. نعم، وإنكاره. نعم. جزاكم الله. يقول السائل: إمام ينام عن الصلوات وخاصة صلاة الفجر، إذا كان هذا آفة فيه ولا يستطيع القيام فهذا معذور، أما إذا كان أن هذا ما هو بآفة فيه ولكن هو يرغب النوم أو يتساهل هذا حرام عليه، يجب عليه القيام والصلاة مع المسلمين. نعم. جزاكم الله. هذا آخر سؤال. قل: ما حكم تعليق أذكار دخول الخلاء وخروجه في باب دورات المياه؟ لا يجوز هذا، لا يجوز هذا. تعليق الأذكار أصلا ما له أصل، تعليق الأذكار على الجدران، على السيارات، على هذا ما له أصل، وهذا من التمايم التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يجوز تعليق هذه الأشياء. ودخول الحمام يكره بشيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله عليكم. صلى الله عليه وسلم.